الرئيس عبد الفتاح السيسي يدشن مشروع شرق التفريع ويوجه بخفض مدة التنفيذ إلى عامين. الحكومة تؤكد أن المشروع سيحول محور قناة السويس إلى منطقة تنموية متكاملة تضم تجمعات صناعية وتجارية وسكنية. تركيا تنصح مواطنيها بإرجاء سفرهم إلى روسيا، والكرملين يصف إسقاط أنقرة طائرة السخوي بأنه تحدي منقطع النظير. الرابع عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لمشروع تطوير وتنمية محور شرق بورسعيد، ووجه بخفض مدة تنفيذ المشروع بالكامل من 3 سنوات إلى 2 سنين فقط. وأكد الرئيس السيسي أن مشروع تنمية شرق التفريع ببورسعيد يعد جزءا مما يتم تنفيذه من مشاريع في مناطق أخرى من أرض الوطن. على درب التحدي من أجل التنمية، يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي من جديد إشارة البدء لتدشين إحدى المشروعات الطموحة، هذه المرة وإلى جانبه براعم من نبت هذه الأرض شباب المستقبل. يعطي الرئيس السيسي الإذن بإطلاق مشروع تنمية منطقة شرق التفريعة ببورسعيد كجزء من المشروع الأكبر لتنمية محور قناة السويس. المشروع الجديد يشمل حفر قناة جانبية لميناء شرق بورسعيد وتشييد ميناء بحري كبير شرق المدينة ومنطقة صناعية وأخرى لوجستية وثالثة سكنية ورابعة للمزارع السمكية، إضافة إلى شق 3 أنفاق أسفل القناة لعبور السيارات والسكك الحديدية. قناة الاقتراب الجانبية خلف نقطة المشاهدة بطول 9 كيلومتر وعرض 250 متر وعمق 18.5 متر، وتستخدم لدخول وخروج السفن إلى المجرى المائي للميناء دون تقاطع أو تعطيل حركة دخول وخروج السفن إلى قناة السويس. إمتى هنخلص ده؟ الأرصفة نفسها خلال سنة. المناطق التداول المتخمة الأرصفة اللي هي ستك هيبقى عليها الكونتينرات أو البضائع إن شاء الله ستك كمان سنة، يبقى 2 سنين الميناء بالكامل، و الأسبقية الأولى اللي ستك هتشوفها دلوقتي من المنطقة الصناعية، باقي المنطقة الصناعية فندم وباقي الميناء بالكامل إن شاء الله في 3 سنوات. ممكن أسمح لك بالسنتين؟ سنتين يا فندم تحت أمرك. وخلال كلمته بمناسبة تدشين المشروع، أكد الرئيس السيسي أن هذا المشروع الذي تحدد له 2 عامين للانتهاء لم يكن ليكتمل قبل مرور 15 عاما. اللي انتوا شفتوه النهاردة اللي عرضوا معالي رئيس الوزراء واللي عرضوا اللي هو كامل، مفيش حاجة من اللي انتم شفتوها النهاردة المعدات والعمل مش شغال فيها. لما نيجي نتكلم على 2 سنين نكون انجزنا الموضوع ده، صدقوني الموضوع ده كان ممكن ياخد له 10-15 سنة عشان يخلص. الرئيس السيسي أوضح كذلك أن طريق التنمية الشاملة هو الطريق الصعب الذي اختارته الدولة من أجل ضمان مستقبل أفضل للشباب. كان ممكن قوي أقول للمصريين الشباب، وخلي بالكم من الكلام اللي أنا هقوله ده، خلي حددوا 2-3 مليار جنيه كل شاب ياخد 10,000 جنيه عشان يعمل مشروع صغير كده، وكان الكلام ده يغطي 1 مليون شاب تقريبا لو احنا بنعرف نحسب الـ5-6 مليار يعملوا ايه. بس يبقى انا كده غسلنا ايدينا من ولادنا اديناك اهو. لا، احنا واخدين الطريق الصعب قوي. الرئيس السيسي تحدث كذلك عن التحديات التي تواجه البلاد في طريقها نحو معركة البناء والتنمية، ومن بينها تحديات الإرهاب والفساد والصعوبات الاقتصادية. ده تحدي التحدي زي ما تقال، تحدي الإرهاب اللي عايز يهز ويعرقل مصر، لا هم بيعرفوا يبنوا ولا عايزين يسيبوا حد تاني يبني. خلي بالكم من الكلام.
في فساد، وده معرقل لينا، بنحارب الفساد وبنبني وحنبني. الرئيس السيسي تحدث كذلك عن بعض القضايا والهموم التي تشغل المواطن المصري، واستعرض الجهود التي تبذلها الدولة لحل هذه القضايا، ومن بينها آثار الأمطار والسيول في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، كذلك جهود ضبط الأسعار وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للمشروعات التنموية. علاء رشوان، النيل. وبدوره قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل: الفكرة العامة لمشروع شرق التفريعة تعتمد على استغلال الأراضي المتاحة شرق القناة. وأوضح أيضا أن المشروع يتضمن بناء امتداد جغرافي واقتصادي وعمراني وتنموي لمدن غرب قناة السويس. تعتمد الفكرة العامة للمشروع على استغلال الأراضي المتاحة شرق القناة لبناء امتداد جغرافي واقتصادي وعمراني وتنموي لمدن غرب قناة السويس، نظرا لمحدودية مساحات الأراضي المتاحة غرب القناة، بالإضافة لإتاحة فرص تنمية حقيقية على أرض سيناء وربطها بباقي محافظات مصر. وللمزيد من الرأي والتحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد عبد الحافظ الخبير الاقتصادي. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا. أستاذ أحمد، يعني مشروع تنمية محور شرق بورسعيد، يعني كيف تراه وكيف يمكن أن يؤثر على مستقبل الاقتصاد المصري، إضافة لتأثيره بالطبع على مشروع تنمية محور قناة السويس بشكل عام؟ هو طبعا مشروع تفريعة ساعة شرق بورسعيد طبعا ده من المشروعات العملاقة الكبيرة اللي بدأ فيها العمل بعد طبعا المشروع الأساسي اللي هو مشروع قناة السويس الأصلي. طبعا ما فيش دولة في العالم بتنطلق انطلاقة كبيرة وتبدأ ان هي تتحرك بشكل كبير في معدلات النمو في الاستثمار في الانتاج في خفض معدلات البطالة غير لما تعمل مشروع عملاق وجواه مشروعات صغيرة ومشروعات متوسطة ومشروعات من كل القطاعات. وبالتالي كان الاتجاه الحقيقة للرئيس السيسي ان هو يبقى في مشروعات كبيرة تبدأ تجذب عدد كبير جدا من المستثمرين ورؤوس الاموال اللي احنا محتاجينها في الفتره ديت، لان احنا محتاجين ضخ رؤوس اموال كبيره من العملات الصعبه عشان الاحتياطي عندنا والعمله وما الى ذلك. ودي بتبقى بدايه للانطلاق. يعني حاجه ما تيجي تبص على سنغافوره تبص على هونج كونج تلاقي ان هذه الدول بدات تتحرك بنفس الاسلوب بنفس النمط. يبقى انا عندي منطقه جديده، عندي منطقه فيها صناعات، فيها مناطق لوجستية، فيها مناطق خدمية. نعم. طب على ذكر الصناعات اللي حضرتك بتشير إليها أستاذ أحمد، وهي خمس مناطق طبعا زي ما حضرتك عارف وتحدث عنها النهاردة اللواء كامل الوزير، يعني تقييمك لهذه المشروعات وإلى أي مدى تناسب يعني البيئة والظروف المصرية؟ لا طبعا احنا بنتكلم عن المشروعات دي الفترة اللي جاية هتبقى مشروعات هتبدأ تغير كتير، هتبدا تشغل عدد كبير جدا من الـ من الـ من, الـ من البطاله في مصر. احنا عندنا الحقيقه عدد البطاله متفاقم في الفتره الاخيره بشكل كبير خصوصا بعد ثوره 25 يناير. فاحنا محتاجين مشروعات عملاقه كبيره يكون جواها بعض المشروعات في اختلاف القطاعات، مناطق سكنيه، مناطق سياحيه، مناطق زراعيه. وبالتالي احنا النهارده محتاجين لمشروع زي المشروعات الكبيره اللي بدا نعم. اللي بدات فعلا في الـ 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 العمل. والحقيقه ان الوقت بتاعها وقت قياسي، ده يدل على ان برضو ان الرئيس والقوات المسلحه والحكومه عارفه ان الوقت مهم جدا والوقت بالنسبه لنا وقت خطير ومحتاجين نتحرك بشكل كبير. عندنا تحديات كبيره جدا جدا سواء داخليه او سواء خارجيه. وبالتالي احنا النهارده طيب. على ذكر التحديات التي تشير اليها استاذ احمد، واسمح لي يعني عذرا لضيق الوقت، يعني اخر نقطه بطرحها على حضرتك، يعني ما الذي استنتجته من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة اليوم وحديثه بشكل عام عن التحديات الاقتصادية والتحديات السياسية المختلفة؟ هو طبعا الرئيس السيسي طبعا ما بيوضحش التوضيح الكامل، لان طبعا ما ينفعش يوضح، لان الكلام طبعا ده كلام بيترجم بشكل مختلف. انما طبعا واضح ان احنا عندنا تحديات كبيرة جدا جدا من بره، من الدول الغربية، من الدول اللي هي بتحاول ان هي تعرقل تقدم مصر. عندنا تحديات كبيره جدا جوه مصر، تحديات في البطاله، في الاقتصاد، في مؤشرات الاقتصاد الكلي، تحديات في الفساد. عندنا الحقيقه مشاكل كثيره جدا
فاحنا بنتحرك بشكل كبير في ظل هذه التحديات اللي هي داخليه وخارجيه اللي لها تاثير كبير جدا جدا على سرعه النمو في اي دوله. وبالتالي النهارده احنا بنتحرك في ظروف صعبه، ومحتاجين كل المواطنين وكل الناس والمجتمع والمصريين كلهم يعرفوا ان احنا عندنا تحديات ضخمه جدا، وبالتالي محتاجين تكاتف كل الناس والعمل يبدا والانتاج، لان ده طبعا هيبقى له تاثير ايجابي ان شاء الله في الفتره الجايه. ان شاء الله. بشكرك شكر جزيل على هذه المداخله الاستاذ احمد عبد الحافظ الخبير الاقتصادي. وقفة تحليلية أخرى حول هذا المشروع مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي في الأهرام العربي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ حمدي. يعني رؤية حضرتك للمستقبل الاقتصادي لمصر بعد هذه البداية الكبيرة، وأيضا تحليل لما شاهدناه وسمعناه من شرح لإمكانيات هذا المشروع والمدى الزمني أيضا الذي تم الاتفاق على أن ينتهي فيه. بالتأكيد لابد أن أقول مبروك للشعب المصري، مبروك المشروع الحلم. أعتقد أن يكون عندي ميناء شرق بورسعيد ضمن أكبر 10 موانئ في العالم، ميناء هو الوحيد اللي يربط بين الشرق والغرب، ميناء هيكون فيه 4 مناطق صناعية، لأول مرة في مصر هيكون عندي منطقة صناعية لصناعة السيارات والصناعات المغذية، وده بحد ذاته دافع مهم ودافع كبير. أنا مش هجمع سيارات ولكن حصلنا سيارات وهيكون عندي صناعات مغذية، دي صناعات كثيفة العمل. بالإضافة إلى ذلك هو المشروع الأهم هو الصناعات الصناعية، بمعنى أن أنا هعمل مشروع صناعي لإنتاج المصانع التي تستخدم في مثلا صناعة الأسفلت، الكراكات، السيارات الكبيرة، فده بنسميه احنا مشروع رأسمالي، مشروع رأسمالي أو صناعة رأسمالية، صناعة رأسمالية بستخدمها إن أنا مش هستورد مصانع أخرى من الخارج، ولكن المصانع اللي تحتاجها الدولة المصرية هصنعها في هذه المنطقة. كذلك مشروع صناعي آخر هو المشروع المتعلق بالسلع الاستهلاكية أو السلع المعمرة من ثلاجات من غسالات، ده في هذه المنطقة. كذلك في موضوع التغليف والتعبئة. ممكن بعد فترة هنبقى عندنا منطقة صناعية رابعة نتكلم في البتروكيماويات. أعتقد إن احنا النهاردة بنقول إن مصر دشنت مرحلة جديدة في الثورة الصناعية. ومصر النهارده لما يتم الاعلان عن هذا المشروع العملاق الكبير لمحور تنميه قناه السويس، فالنهارده بيقول يقتضي ان احنا هنغير منظومه التعليم على الاطلاق. سيكون عندي كل منظومه التعليم في المستقبل متعلقه بالصناعات، متعلقه بالتكنولوجيا النوويه وبالصناعات، فبالتالي انا باخد المشروع ده مع مشروع الضبع بياخد التعليم في مصر والمصريين الى افاق ارحب فيما يتعلق بالبحث العلمي. المشروع ده ميزته انه بيربط الشرق بالغرب، كذلك انه بياتي في اطار سياسه الدوله المصريه اللي اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في البرنامج الانتخابي بتاعه. احنا بنتنقل من 6% لمساحه مصر الحاليه الى 30% الى 30%. طيب بس النقطه يا فندم مهمه، انه طبعا هو ما فيش شك انه الاجهزه الخاصه بالقوات المسلحه والشركات الاخرى تتم تنفيذ المشروع، لكن الرهان الاكبر هنا على الاستثمار، هو ده اللي هيعطي الزخم والنتيجه المرجوه من مثل هذا المشروع العملاق. كيف يتم الترويج والاستفاده من فرص الاستثمار المتاحه؟ والرهان الاكبر هنا هو على الاستثمار الداخلي والمحلي ام الاستثمار الخارجي ايضا؟ شوف حضرتك، اذا كان هناك استثمار محلي وفي مستثمرين محليين هيخشوا يشتغلوا في هذا المشروع ويحققوا ارباح كبيره بالتاكيد، لان ضغط العمل من 5 سنين الى 3 ومن 3 الى سنتين، فبالتالي هيخلق فرص عمل كبيره، واي مستثمر مصري بالتاكيد ارباح هتعلى. اي مستثمر اجنبي لن ياتي الى مصر اذا كان المستثمر المصري يخسر، يبقى اذا كان هناك ربح في مصر والمستثمر المصري بيربح بشكل كبير فالمستثمر الاجنبي بالتاكيد هيجي، يبقى اكبر دعايه واكبر تسويق للمشروع ده ان المستثمر المصري بيحقق ارباح كبيره، واعتقد ان ده تحقق. يعني انا النهارده مش محتاج اقول للناس تعالوا والله استثمروا، لان ده تم عرضه في محور في المؤتمر الاقتصادي اللي تم اطلاقه في مارس الماضي في شرم الشيخ. المؤتمر ده تم شرح فيه كل شيء. النهارده اللي تم في محور تنميه قناه السويس هو ميناء واحد من ضمن 6 مواني، واعتقد ان ميناء واحد بيعمل دوله. انا لو قلت سنغافوره، لو قلت دبي، ميناء بيعمل دوله. انا النهارده عندي 6 مواني، ولكن اتمنى ان احنا في محور تنميه قناه السويس مشروع شرق التفريع او ميناء بورسعيد ان احنا بالتاكيد نكون الاول في العالم وليس رقم 10 او رقم 9. ان الاول في العالم لان المكانه الموجوده في مصر والموقع الموجود في مصر يعطي لنا الحق ان احنا نكون
الموقع الرئيسي في العالم، لان بربط بين الشرق والغرب. انا هجيب الصين تيجي تعمل سياراتها وصناعتها هنا، هجيب روسيا تعمل صناعتها هنا، هجيب الغرب كله فرنسا وبريطانيا تيجي تعمل مشروعات في المنطقه دي. بس نقطه مهمه، انه المستثمر الاجنبي لازم يشعر ان المستثمر المصري بيحقق ارباح. طيب المستثمر المصري هل هو خائف ام لا؟ الاستثمار الاجنبي، النقطه الاخرى يعني الحديث عن التخوف من ظروف الارهاب اللي هي يعني هي بتضرب العالم كله، والرئيس السيسي تحدث انه الجميع الارهاب تريد ان تخيف العالم، ولكن التقدم والتنميه هو ما سيحارب الارهاب. لكن احنا محتاجين نطمن العالم انه فرص الاستثمار في مصر جيده وواعده، كيف تستطيع مصر ان تفعل ذلك؟ انا اطمن العالم واقول له شاهد ما شاهدته في بلجيكا وفي فرنسا. اعتقد 7 إرهابيين قفلوا بلد اسمها فرنسا للأبد، في كان إرهابي واحد في بلجيكا قفل بلد بالكامل. أنا عندي بقالي 30-40 سنة عايش على الإرهاب ده، كل يوم عندي إرهاب، ورغم ذلك أنا بتقدم، أنا ببني، أنا مستمر. في فرق بين مناخ الإرهاب إن في واحد أو اثنين، وفي فرق شعب عنده إرادة البناء. أنا أعتقد النهاردة الرئيس السيسي قال إحنا هنتحدى أنفسنا وهنتحدى كل الظروف الصعبة عشان ننطلق إلى الأمام. فكرة الإرهاب، الإرهاب في كل مكان في العالم، الإرهاب لم يقف مصر أعتقد من بعد 30-6 إلى الآن هناك إرهاب في كل مكان. النهاردة كان في 4 شهداء ربنا يرحمهم من الشرطة المصرية، ورغم ذلك في 4 شهداء في المنطقة، والدولة المصرية والرئيس السيسي ورئيس الوزراء والمصريين موجودون بيتم تدشين أكبر مشروع في تاريخ الدولة المصرية. إذا كان عندي عبد الناصر السد العالي، فأعتقد إن مينا بورسعيد هو مشروع المستقبل للمصريين. يبقى الإرهاب لا يؤثر على مصر، احنا دولة اعتدنا وبنعرف نتعامل معاه، صحيح بنفقد ارواح، ولكن الارادة الحياة عندنا هي الاهم. ممكن اقول حاجة بتقال كتير على الفيس وعلى المواقع ان المصريين بيشوفوا قنبلة بينزلوا يتفرجوا عليها، كان عندنا حضرة الجوال المصريين بينزلوا يتفرجوا على الحظر. الشعب المصري هو اراضي الحياة، الشعب المصري بيقول والله انا هتقدم والارهاب لن يسنيني على التقدم. اعتقد النهاردة الرئيس السيسي قال اللي احنا بنعمله النهاردة محتاج 10 سنين. اللي اتعمل في قناة السويس لكن هنعمله في سنة أو اتنين أو سنة ونص، وتحدث عن مشاريع أخرى. يعني قال إنه في الوقت اللي احنا فيه في هذا المكان هناك أكثر من منطقة فيها مشاريع. بالتأكيد عندي أكثر من مطار بيتم العمل فيه، عندي المشروع الطرق كان 3200 النهاردة تم الآن عن 5000، لأن هيبقى فيه طريق جديد من مينا بورسعيد الى هيبقى طريق طولي هياخد يقطع كل الطرق العرضيه في الزعفرانه في بني سويف الى حدود السودان وربما الى اثيوبيا. يبقى احنا شغالين في كل الاتجاهات. فكره الارهاب، اعتقد الارهاب هو صناعه غربيه وارتدت اليهم، واعتقد الارهاب بالتاكيد هينتهي في مصر. بينتهي في مصر ان انا بكثف مصادر الارهاب من خلال خلق مشاريع. انا اعتقد مشروع زي ده على الاقل، انا لما يكون عندي مشروعات كثيفه العماله مشروعات صناعيه، فانا على الاقل بخلق خلال السنتين او السنه ونص الحاليه 100,000 فرصه عمل. انا لما المصانع تبدا تشتغل على الاقل هيكون عندي 500 فرصه عمل على الاقل موجودين في المنطقه دي. واعتقد الرئيس السيسي قال انا كان ممكن اخد الحل السهل، ادي كل شاب 10,000 جنيه، لكن ده حل قصير الاجل. حل قصير الاجل وهيضيع الفلوس. لكن النهارده انا بعمل مشروعات، والمشروعات دي لها قيمه مضافه. الشاب هيروح هيشتغل، بدل ما هيشتغل شهر هيشتغل شهر وهيشتغل بقيه عمره. وبالتاكيد انا هنا بعمل بنقل القاهره وبنقل مصر من القاهره الى منطقه محور التنميه. انا عندي 3 محافظات بكر، السويس، الاسماعيليه، بورسعيد. فانا بنقل كل المصريين مع الوقت، هيكون هناك على الاقل من 18-20 مليون مصري في هذه المنطقه. يبقى انا هنا استراتيجيا زرعت المنطقه دي بالبشر. انا لو كنت انا عايش على 6% فالمنطقه دي هي الارض البكرة التي لم تستغل بعد ولم تكتشف بعد، فبالتاكيد هيكون في مردود اقتصادي كبير على كل المصريين بفعل هذا المشروع والمشروعات الاخرى ان شاء الله مستقبلا. نعم، شكرا جزيلا الاستاذ حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي في الاهرام العربي على تشريفك لنا في الاستوديو. شكرا جزيلا. وننتقل إلى ملف آخر، حيث استشهد أمين شرطة ومجندان جراء إطلاق مسلحين النار عليهم بمنطقة أبو النمرس بالجيزة. وذكر مصدر أمني أن الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المنطقة الأثرية الجنوبية بالهرم فوجئت أثناء تفقدها للحالة الأمنية أعلى كوبري زويل بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بشخصين يستقلان دراجة بخارية يطلقان النار عليهم. وأضاف المصدر أنه تم على الفور نشر العديد من الأكمنة المتحركة لتمشيط منطقة الحادث لتحديد هوية الجناة وضبطهم. يشارك فنانون من 24 دولة في كرنفال شرم الشيخ الدولي للفنون التشكيلية
والذي يواصل فعالياته متحديا الظروف التي تمر بها جنوب سيناء في الوقت الحالي. يشارك في الكرنفال فنانون من مصر وتركيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وبريطانيا والسعودية وفنلندا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وتونس وبيلاروسيا وروسيا وإيطاليا والهند واليمن وسوريا والعراق والسودان وغيرها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هناك مراسلنا عمرو عبد العزيز. عمرو، تحياتي وأرجو أن تنقل لنا تفاصيل هذا المشهد الكرنفالي. نعم يعني أيمن، لك التحية أنت ومشاهدينا الكرام. ليس فقط هذا الكرنفال هو ما تشهده مدينة شرم الشيخ في هذه الآونة، هناك نشاطات مختلفة. دائما ذكرنا أن يعني هناك محاولات لأجهزة الدولة المختلفة وأيضا لمنظمات المجتمع المدني، ربما نرصد مثل هذه التحركات في هذه اللحظات في أكاديمية شرم التعليمية بمقر جامعة المنصورة هنا بمدينة شرم الشيخ. ودعني أرحب برئيس الأكاديمية الأستاذ علي حبيب. أهلا بك أستاذ علي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ علي. يعني حضرتك كلمتني عن السياحه التعليميه ودورها في تخطي مثل هذه الازمه التي تعيشها مدينه شرم الشيخ في هذه اللحظات، ربما لك ان توضح لنا الامر بشكل افضل. بالنسبه للسياحه التعليميه هناك جذب من كافه الدول العربيه الاشقاء مثل دوله الكويت، وهي الرائده في مسانده مدينة شرم الشيخ بصفة خاصة والسياحة في مصر بصفة عامة بتواجدها معنا في المبادرة النهاردة خاصة بالسياحة التعليمية بمدينة شرم الشيخ، بوجود طلبة من دولة الكويت لدراسة الدراسات العليا بمدينة شرم الشيخ لدى مقر جامعة المنصورة بمدينة شرم الشيخ، وهذا سيعود على السياحة بعائد قوي جدا. ده خاصة بالسياحة التعليمية. يعني أرى أيضا أو أرصد افتتاح لمركز رعاية الأطفال وربما هو الأول في محافظة جنوب سيناء، لك أن توضح لنا هذا الأمر. أيضا خصينا بالذكر الحالات الخاصة سبب إنشاء مركز رعاية الطفولة، إن هناك أطفال داخل جنوب سيناء بصفة خاصة مدينة شرم الشيخ ليس لهم مأوى سوى مركز رعاية الطفولة اللي هو موجود عندنا. حبينا نعمل المبادرة دي نعلمهم يبقى فيها إرشاد أسر ليهم هم وأولادهم، ودي هتعود على السياحة بحاجة كويسة جدا. أستاذ علي حبيب رئيس أكاديمية شرم التعليمية، بشكرك جزيل الشكر. شكرا فندم، شكرا. يعني أيمن كما ذكرت لك ربما هذه ضمن التحركات المتواجدة هنا في مدينة شرم الشيخ. تحدث السيد علي عن السياحة التعليمية، أيضا هناك محاولات لتنشيط السياحة الدينية وبالطبع السياحة الترفيهية التي هي معروفة هنا في مدينة شرم الشيخ، كلها يعني تحركات مختلفة في اتجاهات مختلفة لعودة السياحة لمدينة شرم الشيخ مرة أخرى في أسرع وقت ممكن. إليك أيمن مباشرة من شرم الشيخ مراسلنا عمرو عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. أعلن المتحدث العسكري عن سقوط طائرة هليكوبتر بمنطقة مزارع السادس من أكتوبر على طريق القاهرة الإسماعيلية. وأفاد المتحدث أن الطائرة كانت تقوم بمهام الاستطلاع والتأمين الجوي المخطط عندما وقع بها عطل فني مفاجئ أدى إلى سقوطها، مما أسفر عن إصابة طاقم الطائرة بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. توقع عدد من المختصين بشؤون البرلمان حدوث اندماجات داخل مجلس النواب المقبل بين بعض أعضاء الأحزاب التي حصلت على نسبة تمثيل عالية خلال الجولتين الأولى والثانية. ويرى مراقبون للمشهد أن مستقبل القوائم داخل البرلمان سيبقى مجهولا حتى انعقاد الجلسات. شكل الحياة الحزبية في مصر أصبح خلال الفترة الأخيرة حافلا لتوقعات بعض الخبراء السياسيين، خاصة مع اقتراب انعقاد جلسات مجلس النواب، حيث توقع البعض حدوث اندماجات بين بعض الأحزاب التي حصلت على نسبة تمثيل عالية خلال الجولة الأولى والثانية من الانتخابات. سيكون هناك خريطة جديدة من التحالفات والائتلافات السياسية، وهذه التحالفات ستختلف وفقا للمرحلة ووفقا لطبيعة الموضوعات المعروضة على البرلمان. يعني نقدر نقول ان الأحزاب والقوى السياسية لم تحسم موقفها بعد من طبيعة هذه التحالفات، وده راجع لأن المعركة الانتخابية لم تنتهي بعد. المراقبون للمشهد السياسي المصري يرون ان تكوين الأحزاب لبعض الائتلافات السياسية
ظاهرة جيدة، لكنهم توقعوا أن تنحل قتل القائم التي خاضت معركة مجلس النواب مع بداية انعقاد جلسات البرلمان. بعض الناس بتقول في تنسيق مباشر أو غير مباشر، بعض الناس بتقول في اتفاق أفكار، على أن البلد فيها أكثر من تحدي موجود، زي الإرهاب وزي التنمية الاقتصادية وزي المعيشة وزي 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 الأسعار، تحديات كبيرة قوي. مش ممكن كل أي فصيل سياسي موجود داخل البرلمان هيهتم بأجندة غير أجندة الشارع اللي هي الناس كلها حاسة بيها. البرلمان انعكاس مش المصالح البرلمانيين والتكتلات اللي هم بيمثلوا مصالحها، زي ما كان بيجي في دول العالم، في دول كتيرة بتبقى فيها باللحظات دي. عايزين برلمان يعكس الشارع بكل تفاصيله. وتصدر حزب المصريين الأحرار المشهد الانتخابي بعد حصوله حتى الآن على 36 مقعدا، يليه مستقبل وطن ب 21 مقعدا، في حين حصل حزب الوفد والشعب الجمهوري على 11 مقعدا، فيما تزايل القائمة حزب المؤتمر بخمسة مقاعد، لينتظر الجميع النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب. أشرف إبراهيم، النيل. التقى وزير الخارجية سامح شكري مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر والذي يزور القاهرة حاليا، وناقش الجانبان العملية السياسية في ليبيا وتطورات الأوضاع في البلاد وجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني. قررت محكمة جناية الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة تأجيل الحكم في قضية أحداث عنف المنشية إلى جلسة 22 من ديسمبر القادم. جاء التأجيل بغرض الاستماع إلى مرافعة الدفاع وسماع شهود النفي، وكانت المحكمة تنظر في محاكمة 10 من المتهمين في قضية عنف المنشية والذين توجه إليهم تهم حيازة الأسلحة النارية وترويع المواطنين الآمنين والتحريض على العنف ومقاومة السلطات. قصف طيران التحالف العربي أهدافا لميليشيا الحوثي صالح بالعاصمة اليمنية صنعاء، حيث استهدف القصف معسكري دبوعة وجبل النهدين بدار الرئاسة جنوبي صنعاء. كان عشرات من ميليشيات الحوثي صالح قد قتلوا وأصيب آخرون خلال قصف مماثل لطيران التحالف على مواقع ومخازن أسلحة في محافظتي تعز والجوف. مع تصاعد حدة المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في جبهات القتال لعدد من المحافظات اليمنية، تشهد تخوم محافظات تعز المنكوبة مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة استهدفت خلالها ميليشيا الحوثيين مواقع المقاومة الشعبية في جبل صبر وبعض أطراف المدينة في محاولة لاختراق صفوف المقاومة. المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم أبدوا مقاومة شديدة في وجه الهجوم الذي بدأته الأسبوع الماضي القوات الشرعية بدعم من التحالف العربي، وحاولوا استعادة مواقع كانوا قد فقدوها خلال الأيام الماضية في المحافظة، إلا أن المقاومة الشعبية تصدت لهجماتهم المستميتة خاصة على معسكري العماني والعمري قرب باب المندب. الشد والجذب بين الجيش الوطني والحوثيين في القتال على الأرض جاء بالتزامن مع استمرار المواجهات في جبهتي الراهدة جنوب شرق تعز ومنطقة يدباب الساحلية، حيث تدور اشتباكات ومواجهات مستمرة مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين التي تحاول إعاقة تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومات الشعبية. ووسط استمرار المعارك والمواجهات التي تخوضها القوات اليمنية والمقاومات الشعبية لتحرير محافظة تعز المنكوبة من قبضة الحوثيين، نجحت طائرات التحالف العربي في إحباط عمليات تهريب أسلحة لميليشيات الحوثي وصالح في جنوب اليمن، فقصفت قوارب محملة بالسلاح قبلة منطقة بئر علي بمحافظة شبوة الجنوبية. طائرات التحالف استهدفت موقع الحوثيين في معسكر السواد التابع للحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق ومعسكر جبل النهدين بدار الرئاسة جنوب صنعاء. وفي محافظة الجوف شمال شرقي اليمن استهدفت 4 غارات جوية للتحالف مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في وادي خبش، ما أدى لتدميرها. كما قصف التحالف موقع الدفاع الجوي وتجمعات الحوثيين قرب مقر اللواء 35 ومنطقة الحصب في تعز. كما شهدت بلدة صرواح بمحافظة مأرب اشتباكات متقطعة بين ميليشيات الحوثي وحلفائه من جهة والقوات الموالية للشرعية من جهة أخرى، فيما وصلت تعزيزات عسكرية لوقف سعي الحوثيين للسيطرة على بني ضبيان التي تقع بين 4 محافظات في محاولة منها لتعويض ما خسرته في تعز.
نصحت تركيا مواطنيها بإرجاء سفرهم إلى روسيا إلا في حالات الضرورة القصوى، وتحدثت عما سمتها بالمعوقات التي تواجه المواطنين الأتراك هناك منذ حدث إسقاط أنقرة طائرة السخوي الروسية. يأتي ذلك في حين وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين وصف الحادثة بأنه تحدي منقطع النظير، مشيرا إلى أن رد فعل موسكو يتناسب مع حجم هذا التحدي حسب تعبير. وفي نشرتنا أيضا بعد أخبار الاقتصاد، فابيوس يقول إن التعاون مع الجيش السوري ضد تنظيم داعش مرهون بالموافقة على عملية انتقالية. الرئيس السيسي يدشن مشروع شرق التفريع ويوجه بخفض مدة التنفيذ إلى عامين. والحكومة تؤكد أن المشروع سيحول محور قناة السويس إلى منطقة تنموية متكاملة تضم تجمعات صناعية وتجارية وسكنية. تركيا تنصح مواطنيها بإرجاء سفرهم إلى روسيا، والكريملين يصف إسقاط أنقرة طائرة السخوي بأنه تحدي منقطع النظير. ونتحول الآن في بانوراماني لمتابعة أهم وآخر أخبار الاقتصاد بصحبة الزميل شهاب شعلان. أهلا بك شهاب. أهلا أيمن. أهلا ديب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. إسماعيل يتوقع بدء إنتاج الكهرباء من محطة الضبعة بحلول عام 2024، ويكشف عن أن قدرتها تصل إلى 4800 ميجاوات. توقع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن تبدأ محطة الطاقة النووية بالضبعة في توليد الكهرباء بحلول عام 2024، وكشف إسماعيل خلال كلمته في حفل تدشين مشروع تنمية شرق التفريعة عن أن الطاقة الإنتاجية للمحطة التي تضم 4 مفاعلات تصل إلى 4800 ميجاوات بمعدل 1200 ميجاوات لكل مفاعل، في حين يتجاوز العمر الافتراضي للمحطة معدل 60 عاما. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع الصادرات البترولية المصرية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 38% عن مستواها في نفس الفترة من عام 2014، وسجلت قيمة الصادرات البترولية المصرية في هذه الفترة مستوى 310,200,000 طن، في حين ارتفع حجم الواردات البترولية في أغسطس بنسبة 4.7% لتصل إلى مستوى 920 مليون طن ونصف المليون طن. وكشفت البيانات عن تراجع الاستهلاك المحلي من المواد البترولية والغاز الطبيعي خلال شهر سبتمبر ليبلغ نحو 6,191,000 طن، في حين تراجع حجم الإنتاج ليبلغ نحو 5,626,000 طن. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس بالعام المالي 2015-2016 ليبلغ 36 مليار و100 مليون جنيه، مقابل 27 مليار و900 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وأوضح الإحصاء أن الضرائب على السلع والخدمات استحوذت على المرتبة الأولى في حجم الإيرادات الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية،
وأضاف الإحصاء أن هيكل المصروفات شهد زيادة في حجم الأجور خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2015-2016 ليبلغ 33 مليار و600 مليون جنيه بنسبة 30% من حجم المصروفات مقابل 32 مليار و800 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن إجمالي عائدات هيئة قناة السويس بلغ 3 مليارات و800 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي. وأضاف الجهاز أن إجمالي عدد السفن العابرة ارتفع خلال شهر سبتمبر، وهو الشهر الأول عقب افتتاح القناة الجديدة، إلى 1163 سفينة مقابل 1126 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي. كما ارتفعت حمولات السفن إلى 86 مليون و600 ألف طن مقابل 83 مليون و800 ألف طن. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع الصادرات المصرية من الفواكه والخضروات خلال الأسبوع الجاري بنحو 200 ألف طن عن الأسبوع السابق عليه، ليصل إجمالي الصادرات منذ بدء العام الجاري وحتى الآن مستوى 4,816,000 طن. وأكدت الوزارة عزمها فتح أسواق بديلة لاستيراد وتصدير المنتجات الزراعية إلى جانب الأسواق التقليدية كالاتحاد الأوروبي والخليج العربي، وذلك في إطار سياسة الوزارة للاتجاه نحو التنوع وتعدد المصادر للحد من مخاطر الاحتكار والاعتماد على سوق أو مصدر واحد. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، لكن البانوراما ما زالت مستمرة مع دينا وأيمن. شكرا جزيلا لك شهاب. أصدر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بيانا قال فيه إن التعاون مع الجيش السوري في مكافحة تنظيم داعش مرهون بعملية انتقالية، وذلك بعد ساعات على إعلانه أن فرنسا لا تستبعد الاستعانة بالقوات السورية لقتال الإرهابي. وأكد فابيوس الذي يعد من أشد منتقدي رئيس السوري بشار الأسد في تصريحات إذاعية أن تعاون كل القوات السورية ومنها الجيش النظامي في قتال داعش يعتبر أمرا مرحبا به طالما صاحب هذه الخطوة انتقال سياسي. تصريحات فابيوس لاقت بعض الترحيب من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إلا أنه اعتبرها متأخرة بعض الشيء على حد وصفه. غرق قاربان قبالة السواحل التركية في حادثين منفصلين بسبب ظروف الطقس السيئة، وانتشلت قوات خفر السواحل التركية 6 جثث لأطفال من ضمنهم 4 أطفال من أفغانستان. يعاني اللاجئون السوريون حاليا من موجة رفض لاستضافة اللاجئين انتشرت بشكل كبير في أوروبا وأمريكا على خلفية هجمات باريس الأخيرة. وتتوالى تداعيات الهجمات الإرهابية في باريس، لعل أبرز تلك التداعيات الموقف السلبي الذي اتخذه بعض الغربيين من الدين الإسلامي بصفة عامة ومن اللاجئين السوريين بصفة خاصة. موجة رفض لاستضافة اللاجئين انتشرت بشكل كبير في أوروبا، لكنها اتخذت طابعا أكثر حدة في الولايات المتحدة، خاصة بعد اعتماد الكونغرس لإجراءات تهدف إلى تعليق استقبال اللاجئين العراقيين والسوريين حتى اتخاذ إجراءات متشددة في الاختيار. الحمد لله أن الشعب السوري هو شعب من إرهابي أبدا، اللي عم يطلع وعم يغامر فهو عم يطلع من ظروف حرب. وحتى قبل هجمات باريس فإن حكومة الولايات المتحدة تعتمد أقصى وسائل التدقيق الأمني لاستقبال اللاجئين في العالم، فقبل أن يصل أي لاجئ من أي دولة إلى الأراضي الأمريكية فإنه يمر بسلسلة من الاستجوابات والتحريات بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالية ومركز مكافحة الإرهاب ووزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي ووكالة الأمن الوطنية، وقد تستغرق تلك العملية من 1.5 إلى 2 عامين. أعتقد أننا يجب أن نستمر في استقبال اللاجئين السوريين، ففرنسا نفسها ستسمح بدخول 30 ألفا بدلا من 24 ألفا،
علينا أن نحذو حذوهم، خاصة أنهم المتضررون من تلك الهجمات، ومع ذلك فإنهم يسمحون بدخول المزيد من اللاجئين. وبالرغم من كل تلك الإجراءات الصارمة، فالبعض يرى أنها غير كافية، فأكثر من نصف حكام الولايات المتحدة 50 اعترضوا على دخول اللاجئين السوريين إلى ولايتهم، مع أن القرار النهائي في ذلك يعود إلى الحكومة الأمريكية الفيدرالية. كانت الأمم المتحدة قد انتقدت موقف السياسيين الذين يطالبون بوقف استقبال اللاجئين السوريين بعد اعتداءات باريس، مؤكدة أن هذا الخطاب ينم عن عدم احترام وأنه لا مكان للتمييز في هذا المجال. وفي بانوراما النيل أيضا، بعد أخبار الرياضة، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية 46 في مجالات الإعلام لعدد من الصحفيين الأفارقة. افتتح مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع لوزارة الإعلام، أو افتتح فعاليات الدورة التدريبية 46 في مجالات الإعلام لعدد من الصحفيين الأفارقة. تأتي الدورة في ضوء سلسلة من الدورات التي يقدمها المركز للأشقاء الأفارقة في المجالات المختلفة لدعم وبناء الكوادر الإعلامية في إفريقيا. تأكيدا على الدور الريادي للإعلام المصري وبالتعاون مع وزارة الخارجية واتحاد الصحفيين الأفارقة، افتتحت بمركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع لوزارة الإعلام الدورة التدريبية 46 للصحفيين الأفارقة. الدور ده أساسا تبادل خبرة، نقل خبرة، نقل معرفة، تواصل، البحث عن أساليب وأسباب وصيغ التعاون الإفريقي بيبان من خلال حوارات. الدورة التدريبية توفر للمتدربين الدراسات النظرية والعلمية المتقدمة في مجالات الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمكتوبة، ويتولى التدريب كبار الإعلاميين والخبراء المتخصصين، هذا إلى جانب توفير الرعاية الصحية للمتدربين وإعداد الزيارات السياحية لإطلاعهم على الحضارة المصرية. سعيد أن أخذ دورة في مصر، يعني مصر هي معروفة يعني دولة عربية كبيرة ولها إعلاميين محترفين، ونحن أيضا من جيبوتي ومن دول إفريقيا نريد يعني نستفيد من خبرات مصر في مجال الإعلام. يبدو من خلال هذه البرامج التي تم بوضعه في حوزتنا هذه الصباحة من لجنة المنظمة لهذا الاحتفال، فحقيقة نأمل أن تكون الاستفادة كبيرة وتكون نقلة في أدائنا الميداني. الدورة التدريبية التي تستمر على مدار 3 أسابيع يشارك فيها 30 صحفي إفريقي من 20 دولة إفريقية. بناء الكوادر الإعلامية داخل القارة الإفريقية الإعلامية الإفريقية يلتزم به الجميع في معالجة كافة القضايا والموضوعات، تبقى مهمة اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتؤكد ريادة الإعلامية لمصر داخل القارة السمراء. من مقر انعقاد المؤتمر باتحاد الإذاعة والتلفزيون مسبيرو، أمل صبري، النيل. وختام بانوراما النيل تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يدشن مشروع شرق التفريعة ويوجه بخفض هذه المدة، مدة التنفيذ، إلى عامين. والحكومة تؤكد أن المشروع سيحول محور قناة السويس إلى منطقة تنموية متكاملة تضم تجمعات صناعية وتجارية وسكنية. تركيا تنصح مواطنيها بإرجاء سفرهم إلى روسيا، والكريملين يصف إسقاط أنقرة طائرة السخوي بأنه تحدي منقطع النظير.